السلام عليكم، في حال معكم سيرة جامز ده من فيديو جديد من سلسلة توقيت نقاط لاعبين في فيفا 17 من الدوري السعودي ومن فريق الأهلي. طبعا أكثر التعليقات اللي جات عليها لايكات فريق الأهلي، اكتب لي تحت في الكومنت الفريق اللي تبغاه في الحلقة الجاية، هل هو التعاون أو الاتحاد أو الفريق أو أي فريق ثاني اللي يجي عليه لايكات أكثر نختاره. فيلا خلينا نبدأ على طول. عندنا أول لاعب في هذه الحلقة واللي هو عمر السومة، هداف الدوري السعودي. صراحة هذا اللاعب مقدم موسم خرافي مع نادي الأهلي، وأشوف إنه يستحق يرتفع بالريتنج 4 لل 79، تقريبا أول مرة نرفع لاعب 4 في الريتنج، لكنه بصراحة قدم موسم أسطوري مع الأهلي، وأشوف إنه يستاهل الرفع لل 79. طاقته راح تكون على الشكل التالي: السرعة 75، الشوط 82، والباصات 73، ودربل 70، والدفاع 26، والفيزيكال 84. وطبعا اللي يميز هذا اللاعب انه 4 نجوم مهارات، والضربات الحرة عنده جدا جدا عالية جدا ممتازة. لو سويت تشكيلة في الدوري السعودي راح ينفعك جدا في الضربات الحرة، فاشوف ان الريتنج عنده يستاهل 79، ومو قليل بحقه ابدا على الاداء الخرافي اللي قدمه، خاصة انه هداف الدوري السعودي او دوري عبد اللطيف جميل. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده اللي هو تيسير الجاسم. تيسير الجاسم ايضا قدم موسم خرافي مع نادي الاهلي، واشوف انه يستاهل ارتفع في الريتنج لل 79. الطاقات بشكل عام كلها راح ترتفع مع عدد الدفاع، ممكن يظل على حاله، ممكن يرتفع واحد. السرعة ترتفع واحد ل 75، الشوط يرتفع واحد ل 72، والباصات ترتفع 4 ل 80، الدربل ارتفع 2 ل 81، الدفاع على حاله، الفيزيكال ارتفع 1 ل 73. بتكون طاقات جدا جدا ممتازة، والباصات عنده جدا كويسة، والدربل عنده ايضا جدا كويس، وبصراحة طاقته 79 بتكون شيء جدا جدا كويس بالنسبة لتسيير الجاسم. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده اللي هو حسين المقهوي. بصراحة هذا اللاعب يعني من اللاعبين الأساسيين اللي احتاجهم الأهلي هذا الموسم، وأشوف إنه من اللاعبين جدا ممتازين وقدموا أداء جدا خرافي، يستاهل ارتفاع في الراتنج ل 72 من 69 ل 72. السرعة ترتفع 2 ل 78، الشوط ارتفع ل 67، باصات 72، دربل 72، والدفاع 50، والفيزيكال 69. بصراحة بتكون طاقات جدا جدا ممتازة. صح إنه اللاعب يعني كل طاقاته متقاربة تقريبا، يعني عنده 3 في السبعينات، 2 في الستينات، وواحدة بس في 50، فطاقته بتكون جدا جدا كويسة. ولو نزل نسخ انفورمر راح بتكون طاقته جدا ممتاز، راح بتلاقي طاقته فوق الثمانينات، فبيكون شيء جدا جدا ممتاز. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده واللي هو سلمان المؤشر. بصراحة سلمان المؤشر يعني من اللاعبين الممتازين جدا في نادي الأهلي، واللي ميزه انه سريع جدا. صح انه ما نزل له يعني نسخ في هذه اللعبة الا النسخة العادية، لكنه بصراحة قدم موسم خرافي، واشوف انه يستاهل ارتفاع في الراتنج لل70، وتكون طاقته على الشكل التالي: السرعة 92، الشوط 67، الباصات 64، دربل 76، الدفاع 32، والفيزيكال 67. بصراحة طاقات جدا جدا ممتازة، ولو كان 4 نجوم مهارات بيكون ايضا شيء خرافي. فهذا بالنسبة لسلمان المؤشر. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده واللي هو معتز هوساوي. بصراحة معتز هوساوي قدم موسم من أفضل مواسمه، وأشوف إنه يستاهل ارتفاع في الريتنج ل 72 من 69 ل 72. طبعا فيفا 15 كان برونزي والحين ارتفع فضي، لكن أشوف إنه ما راح يرتفع ذهبي، ممكن 72. أشوف إنه طاقة جدا جدا ممتازة، السرعة ترتفع 2 ل 73، الشوط ارتفع 2 أيضا، الباصات ترتفع 3 ل 43، الدربل ارتفع ل 54، والدفاع يرتفع 4 ل 75، والفيزيكال ارتفع 2 ل 72. صراحة طاقة جدا جدا ممتازة، وسرعته كويسة بالنسبة للاعب سي بي ولاعب سيلفر ايضا، وعنده الدفاع يعني كويس 75، والفيزيكال 72، فاشوف ان طاقته راح بتكون 72. ننتقل على اللاعب اللي بعده واللي هو المسيليم. بصراحة المسيليم قدم موسم خرافي هذه السنة يعني مع نادي الاهلي. طبعا نسخته العادية قوتها 61، نزل له ابجريد ل 67، ونزل نسخة تيم اوف ذا سيزون 74، يعني طاقته ارتفعت بشكل خرافي، يعني من 61 ل 74، يعني 13 في الريتنج. بصراحة طاقته جدا ممتازة، واشوف انه يستاهل ارتفاع ل 72. طاقته ترتفع على الشكل التالي: الدايفنج 71، الهاند 75، والكيك 65، والريفلكس 70، والسبيد 42، والبوزيشن 73. صراحة طاقات جدا جدا ممتازة اشوفها بالنسبة لياسر المسيليم، ويستاهلها. يعني بصراحة اشوف انه من افضل الحراس في الدوري السعودي هذا الموسم ودور عبد اللطيف جميل، ويستاهل ارتفع في الريتنج ل 72، وما اظن انها مبالغ فيها ابدا، لانه بصراحه قدم موسم خرافي، واشوف انه السنه الجايه يستاهل ارتفع لل 72. فبس شباب كنت وصل هذا الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك، واشترك في القناه اذا ما كنت مشترك، واتمنى تنشر الفيديو. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في فيديوهات جايه، في امان الله.